أغانيها كلها فرح وقدرت توصل لقلوب الناس وتعمل جو من السعادة والطاقة كمان، قد ما في حولها جدل بيحبوها الناس وبيختاروا دايما أغانيها بأي مشوار أو أي حفلة. سارة زكريا رح تكون معنا موجودة عبر السكايب لحتى نعايد عليها وتعايدوا عليها ونعرف أخبارها. يسعد مساكي سارة. يسعد مساكي يا حبيبة قلبي، كيفك؟ تمام الحمد لله، طمنينا عنك. إن شاء الله كل سنة وانتي سالمة. وانت سالمة يا حبيبة قلبي، ان شاء الله بينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية يا رب. امين يا رب علينا وعليكي. طبعا نحن حاولنا ناخذ اتصال منك ونحكي وندردش نحن وياكي على قد ما في، هيك كثير تفاصيل حابين نعرف عنك. سارة بمشاركتك بمسلسل للموت بعد ما افتتح امين دوشش وكانت انطلاقة هاي الغنية بهذا المسلسل يلي كثير كانت ترند وكثير الناس يعني انبسطت وقت اللي سمعتها، المطرب شو بتضيف له وجوده بيشارك مسلسل او يطلق غنية بمسلسل او حتى يكون جزء منه؟ شوفي، هو بالاول العمل بده يكون طالع من قلبك لحتى تعرفي انت كيف بدك تعطي الكاركتر، كيف تكوني فيه، كيف تلعبي دورك صح، ان كان بادائك ولا كان بمغناك. وطبعا بدك تكوني مستعدة لكل شيء. يعني انا مثل ما بتعرفي قلت انه انا بتابع المسلسل اول جزء وثاني جزء، وانا لما رحت تعرفت عليهم هنيك ففعلا مثل ما هني موجودين، عالم طيبة، عالم كتير مهذبة، قريبين للقلب، حببوني يعني بدوري اكثر واكثر وحبيت المسلسل اكثر، يعني غير غنيتي غير ادائي غير كل شيء. تماما، يعني حتى وقت اللي كان افتتاح وطلعت سارة زكريا فكان كتير واو، يعني كان مثل بيقولوا مفاجأة كبيرة. حسيت حالي بحفلة كأني أنا عم بعمل حفلة للعالم، وجيت وكان في عالم وكانوا عم بيردوا معي، يعني نحن كنا حاطينا دي جي فالعالم كانت عم بترد معي، كنت مبسوطة كثير. تماما، هاي الأصداء كتير حلوة وفعلا بواحد كفنان أو ممثل أو مطرب كتير بينبسط فيها إنه قديش في محبة للناس بالرغم من كل الجدل يلي ممكن يصير. رح نحكي عن دورك لبعدين، ممكن تشاركي بمسلسل كونه كانت التجربة الأولى كانت كتير حلوة، فالمطرب ممكن يمثل ولا لا؟ سارة بعيدة عنا. لا منا بعيدة، قريبة كتير، بس إن شاء الله يعني ما فيني أعطيكي تفاصيل كتير كتير كتير، بس بقلك إيه أكيد إن شاء الله في منه هذا الحكي. إن شاء الله يا رب. خبرينا هلأ أنت وين عندك هلأ حفلة، نحن بنعرف نخبر كل اللي عم يسمعوكي هلأ ويشوفوكي. أنا حالياً بلبنان، عندي حفلة اليوم بالجنوب بالنبطية، بكرة إن شاء الله حيكون كمان عندي حفلة ببيروت بمطعم مندولين، وحيكون عندي حفلة صوب جبال تقريبا، ومن بعدها بدي اطلع على البحرين، من البحرين المانيا، المانيا دبي، وبعد هلا هذا البروجرام تبعي. بروجرام العيد. لا خلصنا عيد، بعد العيد كمان دغري، ومن بعدها بدي اشوف حسين، يعني بتعرفي لشوف شو بده يعطيني. تمام. طيب خبرينا فيديو جديد لك مع فنان هلا بالوقت القادم. اي صحيح. سمعنا. عندي ديو مع الفنان عمر كمال بوجهله تحيه كثير كبيره، فنان مصري معروف اكيد الكل بيعرفه، وعندنا ديو كثير حلو ان شاء الله حيعجب الكل. ان شاء الله يا رب. هلا نحن يعني انا كنت عم بستنى نحكي انا وياكي لحتى نسمع شيء بصوتك. شو بدك تسمعي؟ شو حابه تسمعينا؟ بدك ايه؟ مثل ما بدك انت، شو حابه هلا هيك، شو حاضر بذهنك، يعني كل شيء حلو منك. هلا انا مش المستمعين معنا على اللايف، شوفي شو بدهم. هلا ما فينا نسمع لانه اذا نستناهم ما رح نخلص ساره، فحابين منك شيء هيك لك جمهورك السوري اللي هلا عم يحضرك، غنيه هيك حلوه منك لكل جمهور السوري لشعب سوريا. بدي غازل سوريا، هواها بشمس فيا، سوريا قوي دوم، الله الحامي سوريا، سوريا قوي دوم، الله الحامي سوريا. يسلم هالصوت يا سارة، شكرا كثير لك، انبسطت اني وصلت انا وياكي، واكيد يعني بهذا اليوم بالعيد خلينا الجمهور يشوفك ويتابعك ويسمع ولو جزء بسيط هيك من دردشة معك. ان شاء الله بينعاد عليكي على عائلتك. وبعيدكم كلكم وبعيد الشعب السوري فردا فردا، من صغيرهم لكبيرهم، الله يحمي سوريا والله يحمي لبنان ويحمي جميع الاوطان، وان شاء الله هيك يا رب
ان شاء الله هيدا العيد يكون فرحه وبهجه وسلام ومحبه للكل يا رب. امين يا رب، الله يسمع منك ان شاء الله عليك وعلى عائلتك يا رب. شكرا كثير لك يا ساره، سعد مساكي والتوفيق. ومساك يا حبيبه قلبي، شكرا. شكرا.